يسعد الله اوقاتكم مشاهدينا متابعينا، اهلا وسهلا فيكم في طله جديده وامسيه جديده. اليوم مشاهدينا متابعينا راح نكون احنا وياكم طبعا رمضانك غير مع محفظه جوال بي، المحفظه الالكترونيه الاولى في فلسطين. من هو اول من تكلم اللغه العربيه؟ عارف. طيب كل عام وانت بخير، رمضان كريم يا حبيبي. شو يا سيدي؟ على الباب. عرفته؟ لا. من تكلم اللغة العربية؟ أول من تكلم اللغة العربية. شو بتعرفه؟ آدم عليه السلام. إيش؟ آدم عليه السلام. لا. مش آدم، شو يا باشا؟ ولا أنا بعرفه. إيش؟ جبريل؟ لا. لا. أشكرك، كل عام وانت بخير. تعال، هلا بشوف بلكي الفضول يجيبها. كيفك؟ سلام. من أول من تكلم العربية، مين هو؟ اسماعيل ابراهيم عليه السلام. سمعت؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل عليه السلام. طيب تعرف تطبيق جوال بي انت؟ كيف هالتطبيق؟ بسهل عليك وبعمل خدمات وتسديد فواتير كل شيء. طبعا. طيب. إيه لك هديه وراح تحول لك 100 شيكل على طبعا وعلى تطبيق جوال بي، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين. رمضان كريم. ما هي الصورة التي يوجد بها بسملتين؟ اتوقع النمل. اتوقع النمل، تتوقع ولا اكيد؟ انا بس يا بتوقع بالفخ يا بتوقعش. انا بعرف انها النمل. النمل؟ طيب انا بدي اقول لك انه جوابك ايش؟ مش صحيح. لا والله صحيح. الله يسعدك. جوابك صحيح، طيب جوال بي يعني شفت من خلاله تسهيلات كثير جدا. انا استعملته لفترة لفترة ممتازة والله. يعني بكيت ابعث لشباب مصاري وهيك انه حول منه يعني. وانت ببيتك؟ وانا ببيته وفي منطقة ثانية واسهل يعني زي البيبي. تسديدات افضل بكثير انا شفته صراحة. طيب راح يتحول لك 100 شيكل على جوال بي، راح ياخذ رقمك واسمك. اشكرك. ما هو السلسبيل؟ وين؟ عين وين؟ يلا. عين على بنتي جنة. أجى السؤال مطابق. عين السلسبيل هو عين في الجنة. جنة. طيب راح نعول لك 100 شيكل على تطبيق جوال بي. أشكرك، شو بدك له؟ كل عام وأنتم بخير. سمعت التطبيق جوال بي؟ أكيد ومشتك فيه. مشتك فيه عندك؟ عندي جوال بي. عندك على الجوال؟ عندي جوال بي. أيوه. افتحوا. شوف هتعطيني. هذا تطبيق جوال بي، يعني هذا فعلا جوال بي بيسهل المهمات مش إلك، للناس أنا بحكي. طيب تطبيق جوال بي، إذا بتجاوب على السؤال طوالي بحولوا لك 100 شيكل على التطبيق، أوكي؟ بس اتفقنا سؤال سهل. إن شاء الله يكون. ما هي أكبر دولة يوجد فيها فوسفات في العالم؟ أكبر دولة يوجد فيها فوسفات في العالم؟ أكيد دولة أوروبية. لا والله ما أظن أوروبية. بس أنا شوف لحظة شوي، خليك رافع إصبعك وبتدور لو سمحت. فيش خيارات؟ فيش خيارات. لا بعبحها. بجوز يعرف. طب وين اي قاره؟ ما افريقيا. شو يا سيدي؟ اسمع الاردن. الاردن لك افريقيا. افريقيا بالاردن. انا بعرف الاردن مليان فوسفات. فوسفات وعندنا في طلعوا بسكاكة. طلع في مره طلع بسكاكة عندنا مره فوسفات. وشو صار قصه السكاكة مش عارف. شو تونس الجزائر؟ لا المغرب. 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 المغرب ولا العشاء ولا الصبح انت تصلي؟ والله انا بصلي الحمد لله كله. خلص هيك، شو بدك منهم؟ شو بدك؟ اكو شيء عندك وين بكون؟ المغرب؟ عشان الفطور. عشان الفطور. يا جماعه استاذ ايهاب العروض وين؟ عمرك شفت عروض؟ عروض شو؟ عروض مدارس، عروض في عروض. المغرب صح. الحمد. المغرب. طيب راح يتحول لك 100 شيكل ان شاء الله على جوال بي، شو بتحكي لهم؟ شكرا كثير لكم. واحنا الجوال يعني احنا جوال بي. شكرا لك يا حبيب حبيب الشعب. كل عام وانتم بخير مشاهدينا متابعينا، دائما معكم مكملين في جوال بي. جوال بي المحفظه الالكترونيه الاولى في فلسطين، ولا تنسوا بامكانك تتسوق اونلاين وانت مكانك وتحول ارصده وحسمه حزم لزملائك واصدقائك، وكمان تتسوق وتسدد فواتيرك. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، رمضان غير مع محفظه جوال بي. شكرا لبراء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر عني. صوما مقبولا افطارا هنيئا، وتقبل الطاعات. الى اللقاء مع جوال بي.